بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا بعون الله تعالى كتاب التنوير في إسقاط التدبير لسيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن قبل البدء في مدارسة الكتاب، كانت جات لي أسئلة من بعضكم، من أكثر من حد، وهذه الأسئلة متكررة. هذه الأسئلة بتدور حول هل التصوف من الدين، وهل التصوف أصول هندوسية وبوذية وأمور من هذا القبيل. ده سؤال. السؤال الثاني، إنه ليه بنشعر إن التصوف رجاله بينزعون منزع فردي، أو بيسعوا للخلاص الفردي، بينما غيرهم من الاتجاهات الأخرى عند مثلا الشيعة على سبيل المثال بيعملوا ثورات، والثورات بتاعتهم بتنجح وحاجات شبه كده. أنا باختصار شديد هتناول المسألتين دولت، وأسأل الله أن يفتح علي وأجلي ما يعلق أو ما علق بهما أو ما يتعلق بهما من مسائل التصوف. هل التصوف من الدين أو ليس من الدين؟ وهل ليه جذور غير إسلامية أو لا؟ الحقيقة إن إحنا لا تهمنا العناوين، أهم حاجة المضامين. يعني هل كانت لفظة التصوف معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المصطلح الموجود الآن؟ لا، هذا المصطلح جديد، زي بالضبط كلمة النحو، زي كلمة الفقه، زي كلمة العقيدة. كل هذه مصطلحات حادثة، حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة النحو ما كانتش معروفة، لكن الصحابة كانوا ينطقون ولا شك القرآن، وينطقون السنة، ويتكلمون بكلام عربي فصيح لا لحن فيه. في الفقه، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون شروط الصلاة وأركان الصلاة ويؤدون الصلاة كما علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. إذن مضامين العلوم الإسلامية كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذي حصل بعد ذلك أن هذه العلوم التي كانت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها عنه الصحابة، لكنها ظلت فطرية، يعني ليست علوم مقعدة، ليست علوم لها أصول ولا فروع ولا حدود، وإنما كانت علوما بسيطة فطرية. وهذه طبيعة الأمور. طبيعة الأمور إنه المسائل بتبدأ بسيطة، ثم تبدأ بعد ذلك تأخذ شكلا محددا. زي العلم مثلا، العلم بدأ بإنه واحد عايز يعلم واحد من غير ما يكون ده اسمه معلم أو مشتغل بالتعليم أو متفرغ للتعليم، ومن غير الواحد المتعلم ده ما يكون اسمه طالب علم ومتفرغ للتعلم. وهكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا الواحد منهم عنده الأغنام بتاعته وعنده التجارة بتاعته، إذا رجع من أغنامه من تجارته
يجلس مع الصحابة ماذا علمكم رسول الله، ويتعلم ما علمهم إياه رسول الله، دون أن نسميه طالب علم، ومن غير ما نعمل له برنامج، ومن غير ما نعمل له سلم تعليمي. ولكن ليه؟ الأمور كانت على الفطرة البسيطة السليمة. ثم بعد ذلك الأمور بتاخد شكل تنظيمي أكثر مع الوقت، هذه طبيعة الأمور. فبدأ يبقى في صحابة متفرغين للعلم والتعليم، وبدأ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يكونون مدارس. فبقى عندنا مدرسة عبد الله بن مسعود، بقى عندنا مدرسة عبد الله بن عباس، بقى عندنا مدرسة أبي بن كعب في مكة، في المدينة، في الكوفة، في مصر، في غيرها من البلدان. ثم صارت هذه المدارس يرحل إليها من كل مكان. ثم تطور الأمر، بدل ما الطالب هو اللي يرحل على المشايخ ويروح من بلد لبلد، تطور الأمر وأنشئت المدارس، فيجتمع العلماء جميعا في مكان واحد، ثم يجلسون مع الطلاب عشان يوفروا على الطالب الوقت والجهد. فأنشئت المدارس، والتي كان أعظمها وأكبرها في عهد نظام الملك الذي كان معاصرا لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى. فالأمور هكذا، هذا هو تطور الأمور الطبيعي. العلوم الإسلامية كلها كانت موجودة في القرآن، في السنة، هذه أصولها، هذه عجينتها. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا بتاخد شكل التقعيد، بتاخد شكل النظام، حتى تصير هذه المسائل أو هذه المجالات علوم مستقلة. ومع الوقت يصير لكل علم حد بيهتم بيه وبيعتني بيه وبيفرغ على مسائله وبيتفرغ ليه وبيعلمه، حتى يشتهر هذا العلم، وتطلق على هذه العلوم أسماء، ويطلق على المشتغلين بها أسماء. فإذا كان الفقه موجود في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة كانت موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كان عندهم التجويد، كان عندهم النحو، كان عندهم الصرف، كان عندهم البلاغة، كان عندهم التصوف، كان عندهم كل هذه الأمور، لكن بغير هذه العناوين. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقعيد العلوم كما قلنا، ولطبيعة البشر إنه محدش هيقدر يلم بكل شيء، محدش يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش قلبه يسع ما كان يسعه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدأت تظهر التخصصات، وهذه التخصصات دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان موجودا وحيا يرزق بين الصحابة رضي الله عنهم. فكان يقول لأصحابه: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم الفرائض زيد، وأعلمكم بالحلال، أو وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يبقى إذن لما الصحابة يسمعوا هذه الأحاديث يفهموا منها إيه؟ يفهموا منها إنه اللي عنده منهم مسألة في المواريث يروح يسأل زيد، اللي عايز يسأل في فتوى ما الحلال ما الحرام يروح لي معاذ بن جبل. وكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم، كان يقول في شأن عبد الله بن عباس مثلا في علم التفسير: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان يقول في شأن القرآن والقراءات لسيدنا عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمدح الصحابة فيما برعوا فيه من العلوم. ما الهدف من مدح الصحابة فيما برعوا فيه من العلوم؟ الهدف أن تتوجه الأنظار إلى هؤلاء الصحابة، فيتعلم الناس من هؤلاء الصحابة هذه العلوم المختلفة. وحضرتك يعني لا تتخيل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع كل مسلم دخل الإسلام وقعد يحفظه سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة فرض من فرائض الصلاة، أو جلس معاه عشان يعلمه إزاي يتوضأ. النبي هيجيب وقت منين لده كله، خاصة إذا علمنا
أنه صلى الله عليه وسلم توفى عن 120,000 صحابي تقريبا. فإذا الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرثون علومه ويقومون بمهمة التعليم معه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زكى كل صحابي فيما برع فيه من العلوم. طيب، ثم ورث ذلك عن الصحابة التابعين وتابع التابعين إلى آخره، حتى دونت العلوم الإسلامية. العلوم الإسلامية دونت في عصر بيطلق عليه تاريخيا عصر التدوين. عصر ماذا؟ عصر التدوين. عصر التدوين كان تقريبا سنة 141، يعني في عصر المأمون الخليفة العباسي، كما يذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تاريخ الخلفاء. إيه اللي حصل في عصر التدوين؟ العلوم بعد ما كان غالبها شفوي بتنقل شفاهة، وربنا سبحانه وتعالى كان قد من على العرب بالحافظة القوية فجعل دساترها وأناجلها وقرآنها في صدورها، انتقلت العلوم بعد ذلك من الرواية الشفوية إلى التدوين الكتابي. ولما انتقلت العلوم إلى التدوين الكتابي كره ذلك بعض العلماء، يعني في روايات بأن بعض العلماء يكرهون الكتابة. ليه؟ لأن الكتابة هتخلي الطلبة تكسل، الكتابة هتخلي العلم يقع في من ليس أهلا للعلم، اعتبارات كثيرة. المهم أنه الذي ساد بعد ذلك هو تدوين هذه العلوم، وسميت هذه العلوم بأسماء تميزها، خاصة مع كثرة التفريع، مع كثرة المسائل المستنبطة من القرآن ومن السنة. فمن هذه العلوم الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الفقه، علم العقيدة إلى آخره، ومنها علم الإحسان أو علم التزكية أو علم الأخلاق أو علم التصوف، سميه كما تشاء. المهم إن إحنا في عندنا جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جملة من أحوال وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الظاهرة والباطنة، هذه الأخلاق أطلق عليها اسما يخصها، هذا الاسم صار بعد ذلك اسمه علم التصوف. طيب، هذا العلم ما جذوره، ما أصوله؟ جذوره وأصوله في الأحاديث النبوية كما قلنا، في سلوكيات، في أخلاق، في تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة. أخلاقه الظاهرة زي الصدق، زي الكرم، كل ده من الأخلاق الظاهرة. أخلاقه الباطنة صلى الله عليه وسلم زي التواضع، زي التوكل، زي التوبة، زي الإنابة، زي الأنس، زي الرضا، زي التسليم، دي كلها معاني واردة في القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن المتحرك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى في عندنا حاجة اسمها الرضا. طيب، عايزين نفهم الرضا ده كويس، هنعمل إيه؟ نبص لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايه التوكل ده؟ عايزين نفهم التوكل كويس، يبقى نبص على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا في علم موجود في القرآن وفي السنة، هو علم الأخلاق النبوية. هذا العلم الذي يشمل الأخلاق الظاهرة والباطنة أطلق عليه اصطلاحا اسم التصوف. هذا التصوف الذي هو كما يقول العلماء هو مقام الإحسان الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا إحنا عندنا عمود رئيسي من أعمدة الدين، هذا العمود الرئيسي من أعمدة الدين يعنى بإصلاح الباطن،
يعنى بإصلاح الباطن. الباطن ده بقى عالم كبير، زي بالضبط ما عندك في الظاهر عبادات تتعلق بالعين، عبادات تتعلق بالأذن، عبادات تتعلق بالقدم، عبادات تتعلق باللسان، عبادات تتعلق بالصلاة، الصيام، الزكاة، المعاملات، المواريث، الحدود. زي ما عندك كده تقسيمات وأمور كثيرة، الباطن كذلك عالم كبير. اعتنى بهذا العالم الكبير وسخر الله عز وجل لهذا الجزء أو هذا العمود الرئيسي من أعمدة الدين من يقوم عليه، زي ما ربنا سخر لتحقيق ركن الإسلام أو عمود الإسلام الوارد أيضا في نفس الحديث الأئمة الكبار الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، وسخر للعقيدة الإمام الأشعري والإمام الماتريدي، سخر كذلك سبحانه وتعالى لركن الإحسان أو لعمود الإحسان أئمة كبار، كان منهم الجنيد، كان منهم الحسن البصري، كان منهم عبد الله بن المبارك، كان منهم المشايخ الكبار من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين حتى يومنا هذا الذين نسمع عنهم ونعرفهم جميعا. فإذا الدين عندنا يا أخواننا هو عبارة عن هذا المثلث: إسلام، إيمان، إحسان، فقه، عقيدة، تزكية أو تصوف. هتقول لي بقى والله أصل الصوفية عندهم حاجات تشبه ما عند البوذيين أو ما عند الهندوس أو ما عند كذا. طب ما هو ده نفس الكلام اللي بيتقال على الفقه. يعني حضراتكم لو قرأتم لواحد اسمه مثلا جوزيف شاخت أو جولد زيهر، ودولت ناس مستشرقين عاملين كتب بيتحدثوا فيها عن تاريخ الفقه الإسلامي، بيزعموا في هذه الكتب إنه الفقه الإسلامي مأخوذ من القوانين الرومانية، وبيزعموا فيها إنه الفقه مأخوذ من قوانين حمورابي، بل بيزعموا فيها إنه كتير من آيات القرآن ومن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة عن التلمود وعن العهد القديم، بل بيزعموا فيها إنه القرآن نفسه مأخوذ، قصته مأخوذة عن أهل الكتاب. فهي شبهة متكررة. السؤال هنا: هل مجرد وجود تشابه يدل على التلقي أو الأخذ؟ يعني هل لأنه المسلمين مثلا عندهم زهد، وبعدين في ناس هندوس أو بوذيين عندهم حاجة تشبه الزهد اللي عند المسلمين، هل معنى ذلك أن هؤلاء الناس هم الذين علمونا الزهد؟ ولا الصحيح أن احنا نقول أن الأديان جميعا جاءت بقيمة الزهد في الدنيا، ثم انحرف ناس عن هذه القيمة كما انحرفت كل الأديان السابقة، وظلت هذه القيمة حاضرة عندهم بتشوهاتها حتى جاء الإسلام ليعيد هذه القيمة إلى نصابها الصحيح. إذا كان الزهد موجود عند الأمم السابقة، إذا كان الأمم السابقة أو الحاضرة عندها صلاة وعندها، طب ما المسيحيين عندهم صلاة وعندهم قبلة، اليهود عندهم صلاة وعندهم قبلة، فهل نقول إن الصلاة مأخوذة عن كذا وكذا؟ الحقيقة إن هذا الكلام يقوله ناس جهلة، يعني أقل ما يمكن أن يوصف به إن هم بعيدين عن هذا المجال، بعيدين عن هذا المجال. وكون إنه التصوف مأخوذ عن الديانات الشرقية القديمة، هذا الكلام الحقيقة لم يقل إلا في هذا العصر. يعني شوفوا المسلمين تاريخهم دلوقتي 1400 وشوية سنة، يعني داخلين على 1450 سنة و14 قرن ونصف، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين بأن الفقه مأخوذ عن القانون الروماني، بأن قصص القرآن مأخوذ عن التوراة والإنجيل، بأن التصوف مأخوذ عن الديانات الشرقية. هذا لم يحصل، هذا لم يحصل. ده كلام مين؟ ده كلام المستشرقين الذين يعتبرون إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده رجل عبقري يدعي النبوة، وإذا فشلوا في إثبات هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتحولوا مباشرة إلى أئمة الكبار، لأن هم يعني مش مصدقين إنه يبقى في عندنا عقلية زي الشافعي، مش مصدقين يبقى في عندنا عقلية زي الشعراني وابن عطاء الله السكندري. هم يستكثرون على هذه الأمة
حسدا كما قال القرآن أن يكون فيها أمثال هذه النماذج الفذة الفريدة، فيعمل إيه؟ ينسب كل فضل عندك لغيرك عشان يجردك من مميزاتك. والواقع يعني إذا كنت عايز تقول إن التصوف مأخوذ عن الديانات القديمة أو الديانات الشرقية القديمة، فهات لي كده شيخ من مشايخ التصوف وأثبت لي على يد من جلس وتعلم وأخذ، وأنا أقول لك ماشي. ساعتها أقول لك هذا الشيخ ربما تأثر مثلا، يعني غاية ما سأقوله إنه هذا الشيخ ربما وجد عندهم بعض الحق فاستفاد منه، زي بالضبط إحنا كده لما بنيجي نتحدث مع المسيحيين بنقول لهم يا جماعة ده أنتوا التوراة بتقول كذا والإنجيل بيقول كذا والحجاب عندكم فرض زي عندنا بالضبط والله، والإنجيل في آية بتقول كذا، هل معنى ذلك إن إحنا تأثرنا ولا إحنا بنستأنس بما عندهم حتى نقنعهم بصحة ما عندنا؟ فحقيقة هذه فكرة أنا لا أعلم من يقولها أو من يرددها إلا بعض الباحثين المعاصرين، ولم يقلها واحد من علماء المسلمين المعتبرين، وهذه الفكرة يزورها عند المستشرقين وليست عند علماء المسلمين. فالتصوف ركن أصيل من أركان الدين، وزي ما قلت لكم العبرة بالمضامين وليست بالعناوين. يعني احنا في التصوف بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في التخلية والتحلية والتجلية، بنتكلم في تصفية القلب من أمراضه، تخلية القلب من أمراضه، ثم تحلية هذا القلب بالصفات الحسنة، ثم بعد ذلك المقامات الربانية التي ينبغي أن يسير فيها القلب من التسليم والرضا والأنس والمحبة والشوق إلى آخر هذه المقامات. وكل هذه الأمور ستجدون لها أصول في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة. وبعدين لاحظوا حاجة مهمة قوي، وهي إنه علماء الشريعة هم نفسهم علماء التصوف. يعني إياك أن تتصور أو تتخيل إنه في ناس قاعدين على جنب لوحدهم منعزلين اسمهم الصوفية، وناس تانيين دولت اللي هم إيه المحدثين والفقهاء وعلماء العقيدة وكذا. لا، على مدار التاريخ الإسلامي دول هم دول. شوف واحد زي حجة الإسلام الغزالي مثلا، هتلاقيه هو عالم في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة، وهو نفس حجة الإسلام اللي عامل كتاب إحياء علوم الدين في الفقه، عامل مجموعة كتب في الفقه الشافعي، في الأصول عامل المنثور والمستصفى، والمستصفى واحد من الكتب الأربعة التي هي عمدة علم الأصول، في الفقه عامل الوسيط في المذهب وغيره من الكتب التي أيضا يعتمد عليها الشافعية ويرجعون إليها حتى يومنا هذا، في العقيدة عامل قواعد العقائد وعامل الاقتصاد في الاعتقاد، وهو نفسه اللي عامل الكتب المختلفة الكثيرة في التصوف. شوف واحد زي سيدي عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله، هذا الرجل الذي عاش في القرن العاشر، يعني حجة الإسلام الغزالي عاش في القرن السادس، توفى 505، يعني القرن الخامس وأوائل السادس، وواحد زي الإمام الشعراني الذي عاش في القرن العاشر. لم يكن أيضا سيدي الشعراني عبد الوهاب الشعراني رجلا مجهولا، بل كان عالما من علماء الشريعة في عصره، له مؤلفات في الفقه الحديث في المصطلح الحديث في العقيدة في غيرها، وله أيضا مؤلفات في التصوف ما زال الناس يرجعون إليها حتى يومنا هذا. فإذا لا تتخيل حضرتك إنه كان في ناس سنية دول بتوع الحديث والتفسير والفقه، وناس تانيين مبتدعة أو قاعدين في ركن لوحدهم ما حدش يعرفهم اسمهم الصوفية، لا دول هم دول. فلذلك كل عالم من علماء الفقه أو الحديث أو العقيدة أو غيرها كان متصوف، كان زاهد. فهؤلاء المحدثون، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء المفسرون هم أنفسهم الذين يسلكون طريق الله سبحانه وتعالى، سواء على يد شيخ أو
يعني عرفنا، سواء عرفنا له للعالم منهم شيخا أو لم نعرف شيخا، لكن كلهم يعني متسالمون على أن التصوف من الدين، وأن التصوف مقام عال، وأن الصوفية لا ينبغي أن ينكر عليهم إلى آخره. فالصوفية هم الفقهاء، هم المحدثون، هم المفسرون. وحضراتكم ارجعوا لي، هاتوا اسم أي عالم من العلماء وابحثوا في تاريخه، ستجدون أنه هذا الشيخ له طريقة صوفية أو له يعني باع في التصوف. ده فيما يتعلق بأصل التصوف، وهل التصوف متأثر بالديانات الشرقية أو هذا الكلام. الأمر الثاني وهو إنه ليه الصوفية تحس إن هم ناس قاعدين مع نفسهم منعزلين عن الدنيا، مش بتوع يعني ثورات ولا كلام في السياسة، ولا يعني تحس إن هم كده إيه، مش عايشين معانا. الحقيقة يا أخوانا إنه الصوفية أكتر ناس فاهمين الدنيا صح. الأب لما بيفهم ابنه، لو ابنه شتمه ما بيردش عليه، لو ابنه الصغير ضربه وغضب عليه ما بيعملهوش بالمثل، وإنما بيصبر عليه، بينصحه بالراحة لحد ما يكبر ويفهم مع التربية والتوجيه المستمر. فترك الأب الآن هذا الابن يضرب أبوه ويخبط فيه ويرفص فيه مش معناها إنه هو مهمله أو مش مهتم بيه، لكن معناها إنه بيعامله بقدره. فالصوفية يعاملون الدنيا بقدرها. الصوفية فهم الدنيا وحقيقة الدنيا. الصوفية عندهم إنه الإنسان لا يستطيع أن يكون مسددا في الدنيا، لا يستطيع أن يجاهد في الدنيا إلا إذا نجح في الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس. فإذا فكرة أن الصوفية بيتركوا الدنيا وينعزلوا دي أولا يعني فكرة لا يدعمها الواقع ولا يدعمها التاريخ. يعني لما نشوف التاريخ هنجد انه المواقف البطولة ومواقف الفداء ومواقف الغزو في سبيل الله كانت تقوم في الأساس على الصوفية. الثغور عندنا في مصر مثلا، لما تيجي تبحث في تاريخ التصوف في مصر، كيف نشأ التصوف في مصر؟ التصوف في مصر نشأ في الأساس في حاجة اسمها الثغور. ايه الثغور ديت؟ يعني الحدود. فكان الصوفية دولت يروحوا يعملوا نفسهم حرس حدود على حدود الدولة الإسلامية، بحيث الواحد منهم يبقى بياخد ثواب الحراسة في سبيل الله، وفي نفس الوقت يتفرغ لعبادة الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. في كتاب أنا عايز أدل حضراتكم عليه كويس أوي، اسمه البطولة والفداء عند الصوفية. حضراتكم لو دورتوا عليه هتلاقوه، البطولة والفداء عند الصوفية. هذا الكتاب ألفه واحد اسمه أسعد الخطيب، بيستعرض في هذا الكتاب مواقف الصوفية المختلفة من عهد التابعين رضي الله عنه. فجايب فيه المجاهدون السبعة من زهاد التابعين: قويس القرني، أبو مسلم الخولاني، هرم بن حيان، عامر بن عبد الله، الربيع بن خثيم، مسروق بن الأجدع، الحسن البصري، وجايب جهاد كل هؤلاء في سبيل الله بالإضافة لما عرفوا به من العبادة والزهد. ثم تحدث بعد ذلك عن أوائل المجاهدين من الصوفية في القرن الثاني، فتحدث عن محمد بن واسع، مالك بن دينار، عتبة الغلام، عبد الواحد بن زيد، إبراهيم بن أدهم، شقيق البلخي، علي بن بكار، عبد الله بن مبارك، إلى آخر هؤلاء. ثم جاب نماذج من الصوفية في القرن الثالث الهجري: أبو يزيد البسطامي، أبو حمزة الصوفي، السري السقطي، الجنيد، أحمد الأنطاقي، أبو سليمان الداراني، وتحدث عن جهاد كل هؤلاء ومشاركة كل هؤلاء في الجهاد في سبيل الله. الصوفية عندهم يا أخواننا خلق
مش عارف حضراتكم تسمعوا عنه ولا لأ، إحنا كمصريين أعتقد نفهمه وسمعناه كتير، كلنا نسمع عن الفتوة مش كده؟ حد من حضراتكم يعرف يقول لي إيه، مين هو الفتوة؟ بسم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الفتوة كان في فترة من الزمن يعني كل حي أو كل حارة بيبقى لها فتوة بيدافع عنها ويحميها. ده زمان قوي يعني. الفتوة ده ما كانش يعني ما كانش بيفرض عضلاته على أهل حارته، هو كان بيحميهم أظن ذلك يعني، والله أعلم. تعرف حضراتكم إن الفتوة دي مقام من مقامات الصوفية، وإن هذه الكلمة أول ما أطلقت على الصوفية. ليه؟ لأنه في فترات كثيرة جدا المجتمعات الإسلامية كانت بتتعرض لفوضى، إما لاقتتال الحكام على الملك، إما ل يعني الغزو خارجي هيجي مثلا من دول أخرى. فكان في فترات كثيرة جدا الدولة سيطرتها على بعض المناطق في غاية الضعف، فكان ضعاف النفوس البلطجية وغيرهم أو التجار المستغلين أو الفساد الأخلاقي كان بينتشر في المنطقة. فإيه اللي يحصل؟ بدأ يظهر عندنا الفتوة، اللي هو الشخص الجدع الذي يخدم الناس لله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما هكلمكم عن الفتوة عشان أدلل لكم إنه مسألة الجهاد مثلا في سبيل الله يعرفها الصوفية جيدا وليست أمرا غريبا. إحنا بنقرأ مع بعض قبل ما ندخل هذا الدرس كتاب العهود المحمدية، وإحنا يمكن ما وصلناش لسه لأبواب الجهاد. سيدي عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله تعالى ليه أبواب في الجهاد في هذا الكتاب. يقول مثلا: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا ثغرا من ثغور المجاهدين أن ننوي المرابطة مدة إقامتنا. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرم الغزاة والحارسين. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في سبيل الله لا على فروشنا. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقسم لنا جهاد ألا ننفر من الأمور التي تلحقنا بالشهداء في السبب الأخروي. ويسرد لنا في كل باب من هذه الأبواب نماذج من جهاد الصوفية رضي الله عنهم. كبار يا أخوانا المجاهدين الذين تسمعون عنهم، عمر المختار موصوف. عمر المختار هذا المجاهد الليبي المعروف كان صوفيا. صلاح الدين الايوبي كان صوفي وكان ليه شيخ مربي. محمد الفاتح فاتح القسطنطينيه كان صوفي وليه شيخ مربي. بل الدوله العثمانيه كلها يا اخواننا التي حكمت العالم الاسلامي 600 سنه تقريبا، ما من شيخ من شيوخها الا وله شيخ مربي. اول جيش اللي هو الجيش الانكشاري الذي تكون وكان نواه لقيام الدوله العثمانيه، ما قام هذا الجيش إلا بإشارة شيخ من مشايخ التصوف. كل سلاطين العثمانيين ما من سلطان منهم إلا وله شيخ مربي أو شيخ صوفي يوجهه ويربيه ويسدده. لذلك أنا سميت الدولة العثمانية دولة الجهاد والتصوف. يعني لو بحثت عن أبرز ميزتين يميزوا الدولة العثمانية على مدار تاريخها كله هتلاقيهم الحاجتين دول: الجهاد والتصوف. حاجات بارزة جدا 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 في عند سلاطين العثمانيين، وبارزة جدا في المعمار، في التاريخ، في الكتب، في المؤلفات، في أمور كثيرة جدا. الجهاد والتصوف. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان متصوف. الظاهر بيبرس قائد معركة عين جالوت كان متصوف. الصوفية كان لهم دور عظيم جدا في إسلام المغول. يعني احنا كلنا عارفين انه التتار جم احتلوا العالم الاسلامي وحصل ما لم يكن يحصل في اي مكان ولا في اي امه من الامم، انه الغالب يتبنى ثقافه المغلوب. دي عكس منطق التاريخ. يعني غالبا المغلوب هو الذي يتاثر بالغالب زي ما هو حاصل دلوقتي. المسلمين دلوقتي بيقلدوا الغرب في زيهم، في عاداتهم، في تقاليدهم.
لكن لما كان المسلمين قوة وثقافتهم قوية وكان علماء المسلمين لهم مكانتهم وهيبتهم والشريعة حاضرة وكذا وكذا، انقلب منطق التاريخ. طيب كيف رجع هؤلاء التتار الذين احتلوا العالم الإسلامي وغزوه غزو الهمج، رجعوا إلى بلادهم المسلمين؟ بجهود الصوفية. الإسلام في وسط آسيا، وأنا الآن في وسط آسيا وأعلم جيدا كيف بقي الإسلام في أمثال هذه البلدان رغم الاتحاد السوفيتي وما كان يفعله في الناس، لدرجة الناس كانت بتخبي المصاحف وكانت الناس بتمتحن في عقائدها. الأطفال الصغيرين بيسألوا في المدارس هل أنت صايم ولا مش صايم، هل أنت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله، وكان في غرامة اسمها غرامة أنه مؤمن بالله. الذي حافظ على الإسلام في هذه البلدان الصوفية. الصوفية العز بن عبد السلام فقيه صوفي مجاهد، محي الدين النووي رضي الله عنه هذا الولي العامل العامل الفقيه الشافعي فقيه صوفي مجاهد، محمد الفاتح قلنا إن هو كان من المجاهدين، سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى في العصر الحديث قلنا الطريقة السنوسية، سيدنا عمر المختار تبع الطريقة السنوسية، الأمير عبد القادر الجزائري اللي إحنا كلنا في مصر ما نعرفش غير سيدي عبد القادر. سيدي عبد القادر إيه؟ سيدي عبد القادر ده أولا هو سيدي عبد القادر الجيلاني مش سيدي عبد القادر الجزائري، ثم في أيضا الأمير عبد القادر هذا أيضا كان صوفيا. الحركة المهدية المجاهدة أيضا التي أذاقت الإنجليز الويلات في السودان أيضا كانت صوفية، وغيرها وغيرها وغيرها. لو حبينا نعدد أعلام العصر الحديث، الإمام شامل الذي أذاق الروس الاتحاد السوفيتي الويلات في الاتحاد السوفيتي القديم، وده كان صوفي. نقشبندي، سعيد النوراسي، ونجم الدين أربكان، والناس اللي هم كلهم اللي احنا بنسمع كل دول صوفيين. فإذا حضرتك لما تيجي تقول لي الصوفية ناس منعزلين وناس يعني ما يعرفوش حاجة في الدنيا وكذا، ده اتهام باطل، لأنه التاريخ لا يؤكد ولا يدل ولا يدل على هذا. مسألة الانخراط في الأحداث السياسية اليومية، ومسألة إن الواحد يبقى له رأي في كل حاجة، إذا كنت حضرتك تقصد إن الصوفية ما بيعملوش كده، ما بيعملوش كده. يعني هتلاقي الصوفية لا ينخرطون في الأحداث السياسية اليومية، لا يعلقون على كل شيء. إذا كنت حضرتك عايز تشتغل في السياسة، هم مش عايزين يشتغلوا في السياسة. فمش معنى إن هم ما بيعلقوش على الأحداث السياسية اليومية إن هم والله مش مهتمين بأمور الناس. من أدراك؟ وهل الاهتمام بأمور الناس يكون فقط بإنك تقعد تلك مع الناس فيما يلكون فيه؟ ولا ممكن يكون الاهتمام بأمور الناس إنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت مستجاب الدعوة إذا اشتغلت على نفسك كويس، فيرفع الله البلاء عن الناس بدعوة، من غير رياء ومن غير سمعة ومن غير إعلان ومن غير خطب رنانة. فإذا الاهتمام بأمور الناس لا يقتصر على مسألة إنك تبقى في عامل لي حزب سياسي، ولا إنك تتكلم في السياسة، ولا إنك كذا ولا إنك كذا. في يعني وسائل كثيرة جدا للاهتمام بأمور المسلمين. الصوفية ناس أهل بصيرة لا يخوضون إلا فيما يعلمون فيه يعني مراد لله سبحانه وتعالى. نرجع لمسألة الفتوة. ما كلنا كنا بنقول سمعنا عن مسألة الفتوة. الفتوة لو حضراتكم رجعتم إلى الرسالة القشيرية مثلا أو إلى كتب الصوفية، ستجدون إن الفتوة مقام من مقامات السادة الصوفية رضي الله عنهم. فتوات يعني كانوا موجودين في مصر، كانوا موجودين في وسط آسيا، كانوا موجودين في العالم الإسلامي كله. وغالب الفتوات اللي حضراتكم تسمعوا عنهم من الصوفية. يعني السيد أحمد البدوي، سيدي أحمد البدوي اللي موجود في طنطا، كانوا بيسموه أبو الفتيان، هذا من ألقابه. ليه أبو الفتيان؟ لأنه كان عنده، الراجل كان عنده حصان بيركب عليه، وكان بيغيث الملهوف، حد بيعتدي على حد، حد محتاج مساعدة، كان يروح له بالفرس بتاعه ويغيثه. أبو الفتيان رضي الله عنه. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا كان في هذه الصخر، صاحب شذرات الذهب، بيوصف سيدي أحمد البدوي فيقول
ما في أولياء مصر بعد محمد بن إدريس الشافعي أفتى منه، أفتى منه يعني متصف بصفة الفروسية والفتوة، هو سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه. حضراتكم ابحثوا كده عن الفتوة، واقرأوا عن مقام الفتوة عند الصوفية، وابحثوا عن معنى الفتوة عند الصوفية، ومحبة الصوفية لمعنى الفتوة، ويعني شرحهم لهذا المعنى، ويعني مدحهم للفتوة، وكذا وكذا إلى آخره. ارجعوا لي الرسالة القشيرية النهاردة وشوفوا ماذا قالوا عن عن الفتوة. تعرفوا إن الصوفية رضي الله عنهم مهتمين بأمور مجتمعاتهم وليسوا منعزلين عنها، لكن مش شرط اهتمامهم بأمور المجتمع تكون وفق طريقتك أنت، مش لازم تكون على المسطرة بتاعتك أنت. هم الصوفية ينخرطون فيما يرون فيه الفائدة. وبعدين هؤلاء ناس تحركهم بصائرهم، لا يلقون أنفسهم في المهالك. أعتقد إحنا كده يعني إلى حد ما اتكلمنا فيما يعني في النقطتين اللي إحنا قلنا إن إحنا نتكلم فيهم. أنا عايز حضراتكم النهاردة ترجعوا لكتاب البطولة والفداء عند الصوفية، هذا كتاب جيد يعرفكم نماذج من جهاد الصوفية واهتماماتهم بواقع مجتمعاتهم وكذا. ممكن ترجعوا لكتاب الرسالة القشيرية وتقرأوا فيه بس الفصل الخاص بجهاد الصوفية. مسألة زي ما قلنا لحضراتكم الجهاد الأكبر والأصغر، الصوفية عندهم إنهم يعني لا يحبون أن يتصرفوا في الأمور تصرف العميان، بمعنى إنهم يحبون أن يتصرفوا على بصيرة. وكيف تحصل البصيرة؟ تحصل البصيرة لما الواحد يتحرك بالله لا بنفسه، تحصل البصيرة لما الواحد يكون انتصر على نفسه الأول عشان ربنا ينصره في واقعه. فأنت هتلاقي ناس محتاجين تربية ومع ذلك بيوجهوا الناس وبيقودوا الناس، يبقى أعمى بيقود عميان. الصوفية عندهم جهاد أكبر وجهاد أصغر. الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وده الأصعب، وده الأصعب. فلذلك هتلاقيهم بيبنوا تحت الأرض كتير قبل ما يطلعوا بالبناء. يعني الواحد قبل ما يطلع بعمارة 10 أدوار لا، لازم الأول تنزل لها تحت كتير، ولن تجد غيرهم يتحدث في هذا. يعني لن تجد غير الصوفية مهتم بنفسه، معتني بتربية نفسه على سمت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وزهاد التابعين، إلا هؤلاء الناس. وهذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حضرتك تأملت تاريخ التشريع الإسلامي هتجد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كان شغله الشاغل تربية الصحابة رضي الله عنه، يعني لا كان في حج ولا كان في جهاد ولا كان في زكاة ولا كان في أحكام الطلاق والزواج ولا كان في حاجة خالص. التشريعات الإسلامية كلها نزلت في المدينة أو في أواخر العهد المكي زي الصلاة مثلا. طيب قبل كده النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان شغال في التزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية دي تزكية النفوس وتطهير القلوب، هذه حقيقة الدين، مش عبارة عن حركات بالجسد وخطب رنانة ومنافسة على الدنيا أو منافسة في السياسة أو منافسة في المال أو منافسة في الجاه. إحنا الدين وظيفته أنه يعيد صياغة الإنسان، والإنسان لن تعاد صياغته بحيث يتحول هذا التحول الرهيب الذي حصل مع الصحابة رضي الله عنهم إلا إذا اشتغلنا على داخله على باطنه. سيدنا عمر بن الخطاب هذا البطاش الجبار الذي تحول في لحظات حتى صار هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي وصف بأنه في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. عمر بن الخطاب الذي كانوا يقولون عنه
والله لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار ابن الخطاب، يعني مستحيل أن يسلم. ليه؟ لقسوته. طيب ماذا حصل لعمر بن الخطاب بعد الإسلام؟ صار إنسان رقيق يبكي من خشية الله. طب إزاي حصلت هذه التحويلة؟ بالشغل على القلب مش الشغل على الباطن، بإعادة صياغته بحيث صار إنسان آخر. فهو عظمة الدين، عظمة الدين تتمثل أولا في إعادة صياغة الإنسان، ثم هذا الإنسان إذا أعيدت صياغته هبص تلاقي هذا الإنسان كون أسرة صالحة، وبعدين هذه الأسرة الصالحة صارت مجتمعا صالحا، ثم بعد ذلك تبقى دولة بقى، تبقى خلافة، تبقى إمبراطورية، تبقى زي ما تكون. لكن بغير هذا فتبقى مجتمعات خالدة، حتى لو ملكت الدنيا، وحتى لو انتصرت الثورات، وحتى لو المسلمين أقاموا الخلافة، وحتى لو الفرد مش متربي كويس، تبقى مجتمعات خالدة. يبقى احنا مجتمعات من المنافقين، الناس كلها مربية لحيتها في الشوارع، والستات كلها لابسة النقاب في الشوارع، والكل في البيوت عمال يعصي الله سبحانه وتعالى. ما احنا شفنا بعض المجتمعات عشان ما فيش تربية، الواحدة منهم تنتقب أول ما تخرج بره بلدها، تروح قلع النقاب ولابسة البنطلون الجينز. ليه؟ ما فيش تربية. فإذا الدين وظيفته الأساسية أن يعمل على إعادة صياغة الإنسان، وهذا لا يكون إلا بتربية القلوب. كيف تكون تربية القلوب؟ تكون بعلم ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم هو وظيفة أساسية من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها. هذا العلم ورثه عن رسول الله علماء من الصحابة والتابعين حتى وصلنا، هو علم التزكية أو التصوف أو الإحسان أو الأخلاق، سميه ما تشاء. مش هنقف كتير عند الأسماء، لأن كلمة التصوف أنا عارف صارت الآن تخوف الناس من كثرة ما تعرضت له من تشويه، ومن كثرة أيضا ما انتسب إليها من ناس ليسوا على قدرها. اسم الكتاب: البطولة والفداء عند الصوفية. نرجع لكتاب التنوير في إسقاط التدبير. سيد ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه الذي سنقرأ كتابه. ابن عطاء الله السكندري من علماء القرن السابع وأوائل الثامن، يعني توفي سنة 709، 709، يعني قبل الإمام الشعراني وبعد الإمام الغزالي. يعني الإمام الغزالي توفي 505، الإمام الشعراني 937 تقريبا أو 73، لا أذكر بالضبط الآن، يعني هو من علماء القرن العاشر، 900 وشوية كتير ما بعد الثلاثينات والأربعينات. ابن عطاء الله السكندري 709، يعني في النص. ابن عطاء الله السكندري فقيه، كان فقيها مالكيا صوفيا شاذليا، يعني كان من تلامذة سيدي أبو الحسن الشاذلي عليه رحمة الله تعالى، الذي قبره موجود الآن في مصر في منطقة حميسرة. وسيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله واحد من كبار أولياء هذه الأمة، اللي ما زالت بركاتهم موجودة حتى يومنا هذا. من بركاتهم سيدي ابن عطاء الله السكندري من تلامذته، اللي احنا قاعدين دلوقتي بعديه بحوالي 800 سنة وبنقرأ كتابه عشان نستفيد منه، نتعلم منه إسقاط التدبير. سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى بيقول، أو سيدي أبو العباس المرسي رحمه الله أيضا كان يعني من شيوخ سيدنا عطاء الله السكندري، بيقول كان سيدي أبو العباس المرسي له تلميذان من كبار الأئمة والعلماء، منهم سيدي ابن عطاء الله السكندري وسيدي البصيري صاحب البوردة.
واحد منهم اتعلم لا إله إلا الله، واحد منهم اتعلم محمد رسول الله. فاللي اتعلم لا إله إلا الله هو سيدنا عطاء الله السكندري، لذلك هتلاقي كل كتبه بتدور حول التوحيد، وخلاصة كتبه هتلاقوها حضراتكم في الحكم العطائية. الحكم العطائية كلها توحيد، كلها بتدور حول لا إله إلا الله، مع تنويعات بقى ونغمات كثيرة. يعني الحكم العطائية هي كلها عبارة عن لا إله إلا الله. التلميذ الآخر اتعلم محمد رسول الله هو سيدنا البصيري رحمه الله تعالى، الذي أتحف الأمة بالبردة النبوية الشريفة التي هي أكثر قصيدة قرأها المسلمون على مدار التاريخ وحتى يومنا هذا. يعني أقرأ أكثر قصيدة قرأت في التاريخ الإنساني كله، وأكثر قصيدة لها حضور في حياة المسلمين هي البردة. البردة دي ألفها الإمام البصيري رحمه الله، الذي كان تلميذا من تلاميذ سيدي أبو العباس المرسي، اللي موجود في اسكندرية، مقامه موجود في الإسكندرية عندنا حتى يومنا هذا. فإذا سيدنا عطاء الله السكندري كان شاذلي الطريقة، كان فقيه مالكي، والمالكية موجودين في مصر منذ القدم. مصر فيها الشافعية، فيها المالكية، فيها الحنفية، فيها الحنابلة، فمصر يعني زي ما بيقولوا كده أم الدنيا، فهتلاقوا فيها كل حاجة. لقب سيدنا عطاء الله السكندري رحمه الله بقطب العارفين، ترجمان الواصلين، مرشد السالكين. ف كان هذا الرجل يعني كتب الله له القبول، حتى كان يحضر مجلسه إذا جلس للوعظ خلق كثيرون، وكان لوعظه تأثير في قلوب الناس. سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى عاش في الأسكندرية، لذلك سمي السكندري، وولد في الأسكندرية أيضا، فلذلك لقب بهذا اللقب الذي نعرفه جميعا. هذا الرجل ترك كتبا كثيرة، من أهمها الكتاب الذي سنقرأه سويا، كتاب التنمير في إسقاط التدبير، ومن كتبه أيضا الحكم العطائية، ومن كتبه أيضا لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن، وغيرها من الكتب الكثيرة التي تجدونها موجودة، بعضها موجود على الإنترنت، ومقامه موجود في سفح جبل المقطم، مقامه ومسجده موجود هناك. وكنا والحمد لله نصلي قبل أن نسافر الجمعة كل أسبوع هناك في هذا المسجد. العلماء مدحوه وأثنوا عليه على علمه وعلى أخلاقه وعلى تصوفه، فمدحه سيدي أحمد زروق رحمه الله، هذا العالم العارف أيضا الكبير، فقال عنه كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه ونحو وأصول وغير ذلك، كان متكلما على طريق أهل التصوف واعظا انتفع به خلق كثير وسلكوا طريقه. لاحظوا هنا عبارة سيدي أحمد زروق بتؤكد الحقيقة التي قلتها لحضراتكم، وهي إنه الصوفية دول مش حبة درويش زي ما حضراتكم كده إيه بتروح عند سيدنا الحسين فلو حبة ناس قاعدين على الأرض منعكشين هم دول الصوفية، لا هم دول مش الصوفية يا أيها الأخوة. الصوفية هم المحدثين، هم الفقهاء، هم النحويين، هم الأصوليين، هم أنفسهم أهل الحقائق، هم أنفسهم الذين نقلوا لنا العلوم الإسلامية، نقلوا لنا القراءات، نقلوا لنا كتب الحديث إلى آخره. ابن حجر العسقلاني ترجم له في كتابه الدرر الكاملة في أعيان المئة الثامنة، وقال عنه صاحب الشيخ أبا العباس المرسي وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه، يعني كان أشهر صوفية أو من أشهر صوفية زمانه. الإمام الذهبي رحمه الله أيضا ترجم له وقال كانت له جلالة عظيمة، واقع في النفوس، ومشاركة في الفضائل، وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس. إذا سيدنا عطاء الله كان من مشايخ الجامع الأزهر. الكلمات في مدحه كثيرة جدا، حضراتكم لو
طالعتم أي كتاب من كتب التراجم والطبقات ستجدون ترجمته، يمكنكم أن تراجعوها حتى لا مطيل في هذا الأمر. الكتاب الذي معنا هو كتاب التنوير في إسقاط التدريج. فكرة الكتاب باختصار شديد بتدور حول الإيمان بالقضاء والقدر، يعني هذا الكتاب هو تعليم لكيفية ملء القلب بالإيمان بالقضاء والقدر. ولما نقول لحضراتكم إسقاط التدبير مش معناها السكون والركون والقعود والكسل، لا، احنا اتفقنا قبل ذلك واحنا بنتكلم زمان، قلنا انه التصوف هو شغل على القلب مش على الجوارح. يعني لما نقول لحضرتك اسقاط التدبير يبقى احنا عايزين ايه؟ القلب هو الذي يسقط التدبير. لما نقول لحضرتك التواضع يبقى احنا عايزين التواضع يكون في القلب، مش تمثل التواضع بجوارحك. لما نتكلم عن الشكر يبقى عايزين القلب يكون شاكر لله سبحانه وتعالى، مش بس اللسان يقول الحمد لله، وهكذا وهكذا وهكذا. فإحنا شغلنا كله على الإيه؟ على القلب. يعني حضرتك لا تتصور إنك لو فهمت معاني هذا الكتاب إنك خلاص هتنعزل عن الدنيا وتقعد في الجبل، أو تروح مسجد سيدنا عطاء الله السكندري تقعد فيه وتنعكس شعرك وتسيب أولادك وتترك رزقك وكذا. لا، إحنا مش عايزين كده. هو سيدنا عطاء الله السكندري نفسه قال في الحكم: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. يعني أنت شوف ربنا حطك فين وأحسن فيما أقامك الله فيه. ربنا سبحانه وتعالى أقامك في إنك تكون شغال مهندس، يبقى تبقى أحسن مهندس في مكان. ربنا حطك إنك تكون دكتور، يبقى تكون أحسن دكتور في مكان. هتتحرك وتذهب وتأتي وتركب سيارتك وتتعامل مع الناس وتروح العزومات وتقعد في بيتك وتعاشر أولادك وكذا 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 بجوارحك، لكن قلبك مختلف، قلبك مع الله سبحانه وتعالى، قلبك مطمئن بالله، ساكن إلى الله، راضي بقضاء الله، متوكل على الله، مؤتنس بالله، ذاكر لله، موصول لله. طيب احنا كلامنا كله على ايه يا اخوانا؟ كلامنا كله على عمل القلب. واذا استطعنا ان احنا نغير القلب او نغير وجهة القلب بحيث تتوجه من الدنيا الى الله ومن شيل الهم الى اسقاط التدبير، صدقني هتبقى انسان جديد. ومش معنى انك هتبقى انسان جديد انك هيطلع لك اجنحة وتطير، او انك حضرتك يعني ايه هتمشي فوق المية مثلا، لا، تبقى إنسان جديد بمعنى إنك هتلبس نظارة مختلفة في النظر إلى الأشياء. يعني الأحداث هتمر عليك لكن هتبص لها بعين مختلفة. ليه؟ لأنك فهمت، بقيت تشوفها مش نظرة الأعمى اللي مش عارف يميز بين الألوان، لا، بقيت تشوفها بألوانها الطبيعية، فبتحطها في حجمها الطبيعي، فتزعل على اللي يصح عليه الزعل، وتفرح اللي يصح عليه الفرح، وتبقى عارفه تزعل بمقدار قد ايه وتفرح بمقدار قد ايه. يبقى الاحداث هي هي، الدنيا هي هي، انت هو انت، عربيتك هي عربيتك، عيالك هم عيالك، مراتك هي، ما تتوقعش ان انت حياتك هتتقلب يعني. لكن اللي هيحصل ايه؟ هنحط لك قلب مختلف، هنلبسك نظاره مختلفه، فهتنظر الى الامور نظره مختلفه، نظره الفاهم، نظرة صاحب البصيرة مش الأعمى. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نقرأ النهاردة كده شوية في المقدمة بحيث يبقى يعني إيه افتتحنا الكتاب، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله:
ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير، الواحد في الحكم والتقدير، الملك الذي ليس له في ملكه وزير، المالك الذي لا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير، المتقدس في كمال وصفه عن الشبيه والنظير، العليم الذي لا يخفى عليه خافي الضمير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني دي بيسموها براعة استهلال، يعني المقدمة بتوحي بالموضوع الذي سيتحدث فيه بعد ذلك. فهو قال لك الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير، عايز يقول لك إنه الله عز وجل هو وحده الخالق، وهو أيضا وحده المدبر المتصرف. هو خلق سبحانه وتعالى هذا العالم، زي ما خلق سبحانه وتعالى العالم وأوجده من العدم، فكذلك إرادة إدارة العلاقات بين هذا العالم وأجزائه بعضها وبعض، إدارة هذه العلاقة ترجع أيضا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فإياك أنك تتخيل أن ربنا خلق العالم وبعدين ساب لك أنت أو لغيرك أن ينظم العلاقات بين مفردات هذا العالم. لا، الله خلق وهو وحده الذي يتصرف، كما أنه وحده هو الذي خلق، يبقى منفرد بالخلق، وكما انفرد بالخلق انفرد بالتدبير. إذن لما حضرتك الآن تشوف كل اللي بيحصل حواليك، الانقلاب في تونس، المش عارف القتل مش عارف فين، الظلم مش عارف فين، فلانة اتطلقت، فلانة اتجوزت، فلان مات، كل دي ايه؟ أفعال وتصرفات بتحصل في العالم. طيب هل هذه الأفعال والتصرفات اللي بتحصل في العالم سواء كنا بنحبها أو بنكرهها، هل وقعت فجأة من غير ما ربنا ياخد باله عياذا بالله، أو هل وقعت خارج تصرف وسلطة الله، ولا وقعت بالله سبحانه وتعالى؟ احنا عارفين انه لا حول ولا قوة الا بالله، احنا عارفين انه لا اله الا الله، احنا عارفين انه لا فاعل الا الله. فاذا كل ما يقع في الكون من صغير وكبير، من جليل وحقير، كله يقع بالله سبحانه وتعالى، سواء حضرتك كنت حبه او مش حبه. وهذا هو توحيد الافعال. لذلك برضو حضرتك لازم تكون عارف انه هذا الكتاب زي ما هو هيعلمنا ركن الإيمان بالقضاء والقدر، هيعلمنا توحيد الأفعال. التوحيد لما بنقول للناس لا إله إلا الله، أو لما بنعلم الناس التوحيد لا إله إلا الله، مش معناها إنك فقط تقول بلسانك لا إله إلا الله، لا، احنا عايزين لا إله إلا الله دي تبقى تصديق جازم ومعه إذعان وقبول. يترتب على هذا الإذعان وهذا القبول توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفعال. توحيد في الذات معناه إنك لا تعتقد بوجود إلهين، أو لا تعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى متركب من أجزاء كالإنسان، فتنفي عن الله عز وجل الكم المنفصل والكم المتصل زي ما بندرس في التوحيد. فما فيش إلهين، ده نفي الكم المنفصل. الله عز وجل واحد بمعنى انه غير متركب من اجزاء، ده نفي الكم المنفصل. ثم توحيد الصفات، انك لا تعتقد انه في حد بيشرك الله عز وجل في صفاته. يعني اذا كنت انت انسان موصوف بالقدرة فقدرتك غير قدرة الله تماما، مجرد اشتراك في اللفظ فقط. العلم، علم غير علم الله تماما، فالله عز وجل واحد في صفاته، فعلمه غير علم المخلوقين، قدرته غير قدرة المخلوقين، بصره غير بصر المخلوقين، سمعه غير حياته غير حياة المخلوقين، إرادته غير إرادة المخلوقين، وهكذا. فهو متفرد في صفاته،
ثم هو متفرد في أفعاله، بمعنى إنه لا فاعل إلا هو، لا فاعل إلا هو سبحانه وتعالى. ولا فاعل إلا هو ديت مفهومة جدا في الأشياء، يعني هتقول لي الشمس، القمر، النجوم، حركة الكواكب، إنبات الزرع، نزول المطر، الأشياء اللي بتحصل حوالينا دي مفهوم أنها تحصل بالله سبحانه وتعالى. حتى وإن عرفنا القوانين الفيزيائية التي تسيرها، فعلمنا بالقوانين الفيزيائية لا يعني أن هذه القوانين لا يوجد من قننها. فإحنا القوانين دي خلتنا نطلع على طريقة عمل الله سبحانه وتعالى في الكون، أو على سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، لكن رؤيتنا للقوانين ما خلناش أبدا ننفي وجود المقنن سبحانه وتعالى. فإذا الأشياء التي حولنا نحن ندرك تماما أنها بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء جعل الله لها قوانين تسير من خلالها حتى يتجلى فيها اسم الله الحكيم. بتحصل إشكالية فين؟ بتحصل إشكالية في أفعال العباد، لأن أنا عندي شعور قوي إني أنا الآن بتكلم بنفسي، أنا عندي شعور قوي إني الآن لو عزت أقوم أمشي هقوم أمشي، فأنا عندي وهم أنني فاعل بنفسي، لا سلطان لله علي. ودي مشكلة الإيه، أفعال العباد المتعلقة بها الإنسان مسير ولا مخير. والصحيح عند أهل السنة إنه أفعال العباد تجتمع فيها الاختيارية، أفعال العباد بتنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. الأفعال الاضطرارية زي حركة القلب مثلا، هذه بالاتفاق واقعة بالله وحده. طب الأفعال الاختيارية زي حضرتك كده لما تشيل القلم من قدامك وتحطه تاني، زي أنا دلوقتي ما بتكلم، ده فعل اختياري. هذا الفعل الاختياري هل يقع بالإنسان وحده؟ لا، يقع بالله سبحانه وتعالى وللإنسان فيه الكسب، يقع بخلق الله وحده وبكسب الإنسان. فإذا ما فيش حاجة في الكون أبدا، ما فيش فعل من أفعال العباد ولا الأشياء ولا الحيوانات ولا أي شيء في الكون خلقه الله وهو خارج التدبير والتصريف الإلهي. لماذا؟ لأنه وحده الخالق، فإذا هو وحده المدبر. لا تتصوروا حضراتكم الكون كما كان يتصوره بعض فلاسفة اليونان، بعضهم تصور إن ربنا خلق الكون ثم تركه ومضى، زي بالضبط كده صانع الساعات، أنا خلاص عملت الساعة، خلاص عرقتي بالساعة انقطعت من أول ما بدأت تمشي لوحدها، خلاص هبيعها هي ماشية خلاص، أنا مش هاجي كل شوية أقعد أزقها ثانية في ثانية، لا خلاص هي هتشتغل لوحدها. ففي ناس تصوروا إنه علاقة الله بالكون كده، إنه خلق الكون زي الزنبال كده، ملأ اداله القوانين الطبيعية التي تسيره، ثم بعد ذلك ما عاد يتصرف في الكون، وهذا مخالف لصريح القرآن. الله عز وجل في القرآن يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك بالفعل المضارع، يعني في كل وقت يجدد إمساكا جديدا للسماوات والأرض، ولولا إمساك الله عز وجل للسماوات والأرض تهلك في لحظة. القرآن علمنا إنه من أسماء الله الحي القيوم الحافظ، لولا قيام الله عز وجل على خلقه، لولا حفظ الله سبحانه وتعالى لكونه، لرجع هذا الكون إلى العدم في لحظة. فإذا الله عز وجل قائم على شؤون خلقه، مدبر لهذا العالم، لا يخرج شيء في العالم عن تدبيره. هذا المعنى يا أخواننا مهما شرحنا فيه يعني هو معنى كبير، لذلك سيدي بن عطاء الله السكندري ألف هذا الكتاب لشرح هذا المعنى، وهيقعد بقى يعزف على هذا المعنى كثيرا في هذا الكتاب، لأنه التكرار مفيد في هذه الأمور. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا ما كانش ذائق لهذه المعاني فتصورها صعب. فإحنا الأمل اللي عندنا إن إحنا من تكررنا لهذا المعنى وتنويعنا على هذا على نغمات هذا المعنى وعزفنا على نغمات هذا المعنى كثيرا من خلال هذا الكتاب، إنه حضراتكم تبدأوا تفهموا معنى إسقاط التدبير وتذوقوا شيء من إسقاط التدبير. لذلك أنا
لا أدري هل خبروكم في الإدارة ولا لا، أنا طلبت أنه لا يحضر مجلسنا أحد إلا وهو متوضئ ويجلس مستقبلا للقبلة. وبعدين عايزين حضراتكم يبقى الورد اللي احنا شغالين فيه باستمرار طول ما احنا بنحضر هذا المجلس يوميا لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة على الأقل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، ده واجبنا الذي لا يسقط، ده واجبنا الأسبوعي. يبقى احنا إذا عندنا الآن عدد من الأمور التي تساعدنا إن شاء الله تعالى على ذوق معاني هذا الكتاب. الأمر الأول إن احنا نحضر هذا المجلس على وضوء مستقبلين القبلة. طيب أنا ما بتوضاش لأن عندي عذر أو عندي كذا، خلاص تستقبل القبلة طول الأسبوع، أنا عندي ورد ثابت بضيفه على أورادي لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة على الأقل كده، يبقى أنا بأهيئ نفسي، بأهيئ أرض قلبي حتى ينبت فيها معنى إسقاط التدبير، فيحصل بعد ذلك التنوير إن شاء الله تعالى. قال الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير الواحد في الحكم والتقدير. احنا قلنا ان هذا الامر متعلق بالوحدانية، يعني حضرتك عندما تظن انك انت هتغير حاجة او هتعمل حاجة بنفسك دون ان يكون لله سبحانه وتعالى دخل فيها او يعني يأتي في وهمك ولو للحظة، ولو للحظة انك بتفعل بنفسك، فهذا شرك. أنت في هذه اللحظات البسيطة اللي نسبت فيها الفعل لنفسك أو التصرف والتقدير والحكم لنفسك أشركت في هذه اللحظات، لذلك قال الواحد في الحكم والتقدير. فأنت لما تظن أنه أنت ممكن تفعل وتحكم وتقدر وتتصرف يبقى خرجت عن مقتضى الوحدانية. يبقى من مقتضيات الوحدانية، من مقتضيات قولك لا إله إلا الله، أن تسقط التدبير. قال الملك الذي ليس له في ملكه وزير، يعني إياك أن تظن أيضا أن الله عز وجل في تدبيره لشؤون هذا الكون يستعين بأحد، لا يستعين بأحد سبحانه وتعالى. وإحنا وإن علمنا من النصوص أن هناك ملائكة يكلفها الله سبحانه وتعالى بأمور زي إنزال المطر وسوق الرياح وقبض الأرواح وكذا وكذا، لكننا أيضا نؤمن أن هذه الملائكة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالله سبحانه وتعالى، فالعرش وحملته محمولون بقدرته سبحانه وتعالى. المالك الذي لا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير، الصغير والكبير في التصرفات والتدبيرات والحركات والسكنات، يبقى ما من همسة ولا فعل ولا كلمة قالها أحد أو فعلها إنسان إلا وهي غير خارجة عن ملك الله سبحانه وتعالى، إلا وهي غير خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى. المتقدس في كمال وصفه عن الشبيه والنظير. إذا الله عز وجل عندما نقول إنه واحد، فإحنا قلنا إنه واحد في صفاته، وطالما إنه لا واحد لا إنه واحد في صفاته فلا شبيه له ولا نظير. يعني إذا قلنا إنه مدبر يبقى ما فيش مدبر إلا هو، أو إذا ربنا سبحانه وتعالى عطاك في الظاهر شيء من التدبير فهو تدبير ظاهري لكن في الحقيقة لا مدبر إلا هو، أو إن تدبيرك لن يساوي أبدا ولن يغلب أبدا تدبير الله سبحانه وتعالى. العليم الذي لا يخفى عليه خافي الضمير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليه الأمور ماشية كده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى هو وحده المدبر؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أعطانا التدبير ظاهرا وهو في الحقيقة سبحانه هو المدبر؟ لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم إن هذا الإنسان ضعيف، يعلم إن هذا الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل التدبير الكامل يتأله ويخرج عن مقتضى العبودية، فلذلك جعله الله عز وجل تحت سيف العبودية، ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير. العالم الذي أحاط بمبادئ الأمور ونهاياتها، لأن التدبير يقتضي هذا، التدبير يقتضي أنك تكون عارف بالبدايات والمآلات. لكن اللي حصل دلوقتي إيه؟ إحنا كلنا في تدبيرنا بنخبط خط عشوائي. أنا هاخد الأولاد مثلا وروح أصيف في اسكندرية، أنا مش عارف إيه اللي هيحصل هناك، يمكن النور يقطع، يمكن مثلا العربية تعطل في الطريق، يمكن كذا. فأنا في الحقيقة حتى وإن كنت بخطط وبنظم وكل حاجة بكتبها بالورقة، أنا في الحقيقة غير مدبر، لأن أمري ليس بيدي، أنا لا أعرف المآلات. وفي كتير من الحاجات بنعملها في حياتنا بنمشي فيها كده وبعدين نشوف ربنا هيعمل إيه. فإذا لذلك لا يصح أن يكون هناك مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده العالم بمبادئ الأمور ونهاياتها، يعني مآلاتها. الإنسان في الغالب لا يعرف مآلات الأمور. السميع الذي لا فضل في سمعه بين جهر الأصوات وإخفاتها، أي سمع الله عز وجل سمع تام لا فرق فيه بين أن تخفي صوتك أو ترفع صوتك، فهو علم تام سمع تام، سمع يباين سمع البشر وعلم يباين علم البشر. الرازق وهو المنعم على الخليقة بإيصال أوقاتها، وهو القيوم المتكفل بها في جميع حالاتها. الواهب وهو الذي من على النفوس بوجود حياتها. لاحظوا هنا أنه بيذكر بعض أسماء الله الحسنى وبيشرح. فالرازق المنعم على الخليقة بإيصال الأقوات، القيوم، ما معنى القيوم؟ المتكفل بما فيها، بما في جميع حالاتها، يعني ما من حال من أحوالك، أنت صغير أنت كبير، أنت شبعان أنت جوعان، أنت في الشارع أنت في البيت، إلا والله عز وجل يقوم على أمرك. الواهب وهو الذي من على النفوس بوجود حياتها، يعني وهبك الحياة، أخرجك من العدم إلى الوجود. طيب إيه فايدة إنه الشيخ يسرد علينا في المقدمة هذه الأسماء الحسنى؟ علشان يحطك في حجمك الطبيعي، عشان تعرف من هو المدبر الحقيقي وما هي صفاته سبحانه وتعالى. الواهب وهو الذي من على النفوس بوجود حياتها، القدير وهو المعيد لها بعد وجود وفاتها، الحسيب وهو المجازي لها يوم قدومها عليه بحسناتها وسيئاتها، سبحانه من إله من على العباد بالجود قبل الوجود، وقام لهم بأرزاقهم على كلتا حالاتهم من إقرار وجحود. يعني الإنسان سواء كان من المؤمنين أو الجاحدين، من الطائعين أو الظالمين، ففي كل الأحوال الله عز وجل يرزقهم، يرزق المؤمن ويرزق الكافر سبحانه وتعالى. وقام لهم بأرزاقهم على كلتا حالاتهم من إقرار وجحود، أمد كل موجود بوجود عطائه، وحفظ وجود العالم بإمداد بقائه. يبقى الشيخ هنا بيختصر في هذه العبارة النعمتان اللتان لا يخلو عنهما موجود. إيه هما النعمتين دول يا أخوانا؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. الإيجاد إنه أخرجك من الوجود إلى العدم، أخرج الشمس من الوجود إلى العدم، هذا الإخراج كان بقدرة إلهية، كان بنعمة من الله، كان بجود من الله. طيب هل لما خرجت الشمس أو القمر أو الإنسان من العدم إلى الوجود استحق الوجود خلاص، عدى فلت؟ لا، ممكن يرجع إلى العدم في لحظة. طيب ما الذي لا يرجعه إلى العدم مرة ثانية؟ نعمة أخرى اسمها نعمة الإمداد. فالحقيقة إن الإنسان بيمد بوجود جديد في كل لحظة من اللحظات. إحنا في أحيان كثيرة بنظن إن حياتنا عبارة عن خط مستقيم مستمر، لا، إحنا حياتنا عبارة عن نقاط تسير في خط مستقيم، نقاط مش خط متصل، نقاط، نقطة جنبها نقطة جنبها نقطة، بمعنى أنك في كل لحظة الله عز وجل ينعم عليك بإمداد جديد، بوجود جديد. يبقى أمد كل موجود بوجود عطائه،
وحفظ وجود العالم بإمداد إبقائه. يبقى نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وظهر بحكمته في أرضه وبقدرته في سمائه. يبقى الله ظهر، هو الظاهر سبحانه وتعالى. كيف ظهر؟ علمنا ظهوره بوجود الحكمة في الأرض وبوجود الحكمة والقدرة في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مفوض لقضائه مستسلم في حكمه وإمضائه. احنا قلنا إن هذا الكتاب التنوير في إسقاط التدبير يعلمنا الإيمان بالقضاء والقدر، يعني هذا جزء مما ينبغي أن يعتمل في قلوب المؤمنين عندما يقولون نحن نؤمن بالقضاء والقدر. فمن الإيمان بالقضاء والقدر إنك تكون مسقط للتدبير مستسلم لقضاء الله عز وجل راض بما قضاه. فلذلك قال عبد مفوض، شهادة عبد مفوض لقضائه مستسلم في حكمه وإمضائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع أنبيائه، المخصوص بجزيل فضله وعطائه، الفاتح الخاتم، يعني الفاتح الخاتم الذي افتتح الله عز وجل به الوجود والذي ختم به الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك لسوائه الشافع في كل العباد حين يجمعهم الحق لفصل قضائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستمسكين بولائه وسلم تسليما كثيرا. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما اتفقنا يا أيها الإخوة الكرام، الحضور بعد ذلك رجاء يكون وضوء، تكون متوضئا متوضئة، مستقبلا مستقبلة القبلة أثناء الدرس، نعطي الدرس حقه بحيث تحصل الاستفادة الكاملة. الورد اليومي عندنا 100 لا تقل، قد تزيد لا مشكلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا إن شاء الله أرجو أن تحصل الاستفادة من دراستنا لهذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.